لا مفر من المشاركة في العملية الانتخابية، وفي العملية الانتخابية يخرج لديك نظام سياسي معترف به إقليميا محليا أولا ابتداء وإقليميا ودوليا. إذا عملية عدم المشاركة في الانتخابات القادمة أو معارضة المشاركة في الانتخابات القادمة، التثقيف بعدم مشاركة الناخب العراقي في الذهاب إلى صندوق الاقتراع، هذا الحقيقة شنو اللي راح يولد لنا؟ خلينا نتصور شنو اللي راح يكون عندنا. راح نذهب إلى الفوضى، راح نذهب إلى غياب القانون. إحنا الآن في ظل وجود حكومة وفي ظل وجود قانون، ولكن مع ضعف المنظومة القانونية والدستورية والأمنية نشاهد الكثير من الخروقات اللي تحصل عندك في المجتمع، يعني قتل يعني بين الحين والآخر لناشطين، جرائم الحقيقة مخيفة وتزداد تباعا يوم بعد الآخر، وانتهاكات مستمرة وربما حتى اعتداءات على يعني سيادة الدولة ومفهوم الدولة. الآن احنا خلينا نفكر بعقلية ناضجة، نفكر انه هؤلاء الذين اعترضوا على المشاركة والذين بدأوا في عملية الإعلان عن انسحابهم في المشاركة، هم كم يعني يتوقعون ان يحصلوا على مقاعد في الانتخابات القادمة باستثناء بالتأكيد التيار الصدري؟ نعم. أقول إنهم أجروا استطلاعا وأجروا استبيانات وتحققوا وتفحصوا من موقفهم وموقعهم من جغرافية العملية الانتخابية القادمة في العراق، ووجدوا إنهم لن يصلوا إلى المراد الذي يطمحون به، أو إنهم ربما يصيبوا ناخبيهم ومرشحيهم بخيبة أمل في المشاركة في الانتخابات، ولذلك تجدهم يعني شيئا بعد الآخر أعلنوا عن انسحابهم بعد أن توصلوا إلى على أقل تقدير إلى إشارات مهمة عن موقعهم في الخارطة الانتخابية. إحنا في ائتلاف النصر موقفنا مضاد لهذا اللي يحصل حقيقة، نؤكد ونشدد على أننا ذاهبون وعازمون على الذهاب إلى الانتخابات. السبب لإيماننا المطلق أن لا قيام لدولة مؤسسات، لا قيام لنظام سياسي، لا قيام لحكومة وطنية، لا قيام للاستقرار في الوضع السياسي في العراق دون الذهاب إلى الانتخابات. جميل.